محمد عصام عشان نعرف منه تفاصيل عن يوم جديد من أيام المعرض. بصبح عليك يا محمد، وياريت تحطنا في الصورة والأجواء. طبعا النهاردة هي برد شوية، وأعتقد أن الحضور برضو ممكن يكون متأثر إلى حد ما، خاصة أن احنا لسه في أول اليوم. فطبيعة الحضور النهاردة شكلها إيه، ومدى الإقبال من جانب الناس على أي تخصص من التخصصات اللي فيها قراءة وفيها ثقافة وفيها أدب؟ اهلا بيك يا هشام. يعني في البدايه طبعا برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. يعني بالفعل زي ما انت تحدثت، من النهارده اليوم الخامس على التوالي بنواصل متابعتنا اليوميه لمعرض القاهره الدولي للكتاب في دورته الـ53. طبعا يعني المعرض ينعقد هذا العام تحت شعار هويه الثقافه وسؤال المستقبل، وده بالتاكيد يعني في هذه الدوره الاستثنائيه اللي يعني كان في تحديات كبيره جدا يا هشام بتواجه منظمي المعرض في هذه الدوره بسبب طبعا يعني انتشار فيروس كورونا مره اخرى. طبعا المعرض هذا العام بيشارك فيه 1063 عارض من 51 دوله، وطبعا يعني دوله اليونان هي ضيف شرف هذا المعرض، وشخصيه الاديب يحيى حقي هي شخصيه المعرض هذا العام. المعرض هذا العام يا هشام يعني فيه عدد كبير من الاشياء الجديده والحديثه اللي يعني تم استخدامها في المعرض هذا العام، وطبعا اهمها هي التكنولوجيا الحديثه و الذكاء الاصطناعي. طبعا دول يعني تم لاول مره استخدامهم في هذا المعرض، وده بيظهر من خلال شخصيه الاديب الراحل يحيى حقي من خلال هولوجرام بيتم يعني عرضه على شاشه ذكيه بيقدر الحضور ان هم يتناقشوا ويسالوا الاديب يحيى حقي. كمان الاطفال والانشطه الخاصه بالاطفال بتعود مره اخرى بكثافه هذا العام في المعرض، تم تخصيص صاله كامله للاطفال ولانشطه الاطفال، وطبعا ده بيكون من خلال عروض حديثه عن طريق استخدام ال 3D عشان الاطفال يقدروا ان هم يشوفوا جميع العروض الفنيه بشكل مجسم وبشكل حديث. كمان عشان بنتكلم عن ندوات فنيه، ندوات ثقافيه، يعني كل هذه الندوات. محمد، طيب هنحاول يكون معنا محمد مرة تانية برضو عشان نستكمل الحديث عن يوم جديد من أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في